أكد وزير البترول كريم بدوي على العلاقات المتميزة بين شركات قطاع البترول والشركاء الأجانب، وخلال لقاء عقده مع رؤساء وقيادات شركات قطاع البترول، أكد وزير البترول أهمية تعزيز دور رؤساء شركات القطاع كممثلين للدولة أمام الشريك الأجنبي على المستوى المالي والفني والإداري، وتحفيزهم على إيجاد مبادرات لضخ المزيد من الاستثمارات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية. ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وخلال الاجتماع تم استعراض أنشطة الجهاز والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وإيجاد بيئة عمل مواتية أمام المستثمرين. جاء ذلك خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستين بيرجر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، حيث أوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية المتميزة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر. جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك.